مشعل قافلة التحسيس والتعبئة بأهمية التقيد بالتدابير الاحترازية يصل إلى مقاطعة أمرج على بعد 65 كيلومترا جنوب مدينة النعمة. 4000 كمامة يتم توزيعها على رواد سوق الماشية والسوق المركزي بمدينة أمرج ضمن الحملة الوطنية للتصدي لوباء كورونا المستجد على المستوى الجهوي. عمل يذكر فيشكر به اللي فيه ياسر من الإيجابيات، والتحسيس أيضا بقضية هذه الجائحة بالإضافة للتقسيم العدلي اللي أتعدل مولي تحسيس من قد ارتداء هاي الكمامات عن حد قبلها، يلا يرتداها ويلا يحافظ على المسافة بين كل شخصين، مسافة من المسافة الاحترازية. بدوره عمدة بلدية أمرج أكد أهمية جهود التوعية والتوجيه بضرورة تطبيق الإرشادات والتعليمات الوقائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19 داخل صفوف الساكنة. هذه الحملة اللي هي هم الجميع وهي الهاجس للجميع اللي جاوا للمقاطعة من أجل التحسيس وتثقيف المواطن لضرورة ارتداء الكمامة والعمل المولي بالجانب الصحي اللي يتعلق بوباء كورونا. اختيروا نقول للمواطن أولا على أنه يا الله يقبض الاحتياطات نظرا لهذا المتحور الجديد وذي المتحورات كاملة اللي تطرأ، وبالتالي حد يتقيد بذيك الإجراءات وتوفي يرتد الكمامة والتباعد. أما ممثل جمعية مبادرة الحوض الشرقية الجهة المنظمة للنشاط فقد اعتبر أن هذه المحطة جزء من برنامج تحسيسي لمواكبة السلطات الإدارية في مكافحة جائحة كورونا. فتنا الحمد لله قمنا بزيارة لجميع المقاطعات اللي متابعين لولاية الحوض الشرقي من أجل التعبئة والتحسيس، ومن أجل من حث المواطنين أنهم يا الله يمشي الشور أقرب نقطة صحية من أجل أخذ اللقاح، لأنه هو الوسيلة الوحيدة من أجل الوقاية من هذا الداء اللي هو. إذا التوقيت اللي اخترنا اليوم بالنسبة لمقاطعة أمرج لأنه يوم السوق كأنه هذا الأسبوعي. حملات تحسيسية وتوعوية تأتي في سياق الجهود الرامية للتصدي لفيروس كورونا وزيادة منسوب الوعي الصحي والوقائي لمنع انتشاره بالحوض الشرقي. الفاغاوي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أمرج.